أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع مشاهدينا الكرام لقاءنا معكم عبر برنامج سنريهم آياتنا، الذي يتناول الإعجاز العلمي في كتاب الله الكريم وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ويسعدني أن أرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة في كلية الشريعة وأصول الدين. مرحبا بكم. بكم أستاذ معتز، جزاك الله خيرا. أستاذ راتب، ما زلنا نتابع في حديثنا عن الإعجاز العلمي في آيات الله فيما يتعلق في الكون. ذكرنا العديد منها وقلنا قد تناولنا حجوم الكواكب، مداراتها والعلاقة بينها. اليوم حبذا لو ننتقل إلى آية جديدة من آيات الله في خلق هذا الكون، وهي الليل والنهار. إن شاء الله. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الحقيقة أن آيات الله لا تعد ولا تحصى. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، ولكن شاءت حكمة الله أن يعدد لنا في كتابه الكريم آيات. أنا أرى أن هذه الآيات التي أدرجت في كتاب الله هي منهج البحث بالنسبة لنا، منهج لنا للتفكر، وكأن الله اختار لنا هذه الآيات. من هذه الآيات التي يمكن أن تكون محوراً في هذا اللقاء الطيب قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار. كيف يكون الليل والنهار؟ لولا أن الأرض تدور لما كان ليل ولا نهار. من الذي صمم أن تدور الأرض؟ تدور أمام منبع ضوئي كبير، أمام الشمس. لولا أن الأرض كوكب منطفئ والشمس نجم ملتهب، وأن الأرض تدور حول نفسها أمام الشمس، لما كان ليل ولا نهار. أستاذ معتز، لو تصورنا أن الأرض تدور هكذا على محور موازٍ لمستوي دورانها، لو أن الأرض تدور على محور موازٍ لمستوي دورانها لكان النهار أبدياً والليل أبدي. ما معنى أن يكون النهار أبدياً؟ يعني الحرارة 350 فوق الصفر تنتهي الحياة. ما معنى أن يكون الليل أبدياً؟ الحرارة 270 تحت الصفر تنتهي الحياة. لو أن الأرض تدور حول محورها الذي يوازي مستوي دورانها لكان الوجه المقابل للشمس يدور هكذا نهاراً دائماً، والوجه الآخر ليل دائم. ولكن شاءت حكمة الله أن يكون محور الأرض الذي تدور حوله الأرض ليس موازياً لمستوي دورانها، بل هو عمودي بشكل أو بآخر على مستوي دورانها. محور هكذا، الأرض تدور هكذا، ما دامت تدور إذاً كان ليل ونهار متعاقبان، ليل ونهار. ولأن الأرض كرة هناك تداخل بين الليل والنهار، بين وقت الفجر وطلوع الشمس وقت متداخل، فيه ضوء وظلام في وقت واحد، وبين المغرب والعشاء وقت متداخل. الأرض تدور حول محور ليس موازياً مع مستوي دورانها، إذاً كان الليل والنهار. لكن الشيء الذي يلفت النظر أن الإنسان له طاقة في العمل، الليل والنهار بساعات تتناسب مع طاقة الإنسان. في كواكب ليلها 6 سنوات ونهارها 6 سنوات، في كواكب ليلها 100 يوم، وهكذا. لكن الليل 12 ساعة، 12 ساعة، والنهار كذلك تقريباً، ويطول ويقصر بحسب اختلاف الليل والنهار. ومن آياته الليل والنهار،
ومن آياته اختلاف الليل والنهار. النهار في الصيف طويل والليل قصير، والليل في الشتاء طويل والنهار قصير، فاختلاف الليل والنهار ووجود الليل والنهار من آيات الله الدالة على عظمته. هذا الدوران. الأرض تدور على محور ليس موازياً لمستوى دورانها، فلو كان موازياً لمستوى دورانها لكان ليل أبدي ونهار أبدي. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة؟ هذه الآية تشير إلى هذا التفكر، وكأن الله في هذه الآية بيّن لنا طريقة التفكر، أن تتفكر بالشيء وخلاف ما هو عليه، أو بالشيء وأصله، أو بالشيء وسببه، فلذلك أو بالشيء بأحواله المتعددة. إذاً الليل والنهار يتشكل من دورة الأرض، الكوكب المنطفئ حول محورها غير الموازي لمستوى دورانها، وأمام منبع ضوئي حراري هو الشمس. فالآيات تتعلق كلها ببعضها، الليل والنهار يتعلق بالشمس والقمر أيضا. لكن لو تصورنا أن الأرض تدور على محور عمودي تماما على مستوى دورانها، قلنا إذا كان المحور هكذا، هذا مستوى الدوران، والمحور هكذا، يصبح الليل أبديا والنهار أبديا. لكن لو أن المحور عمودي تماما على مستوى الدوران، الشمس هنا أشعة الشمس عمودية، صيف إلى أبد الآبدين، وهناك شتاء إلى أبد الآبدين. لا يمكن أن تتبدل الفصول إلا بمحور ليس عمودياً على مستوى الدوران، وليس شاقولياً، المحور مائل. المحور المائل هكذا، الأرض تدور هكذا، أشعة الشمس هنا عمودية على قسمها الأعلى، فنصف الكرة الأعلى صيف، لأن أشعة الشمس عمودية عليه. فإذا انتقلت الأرض إلى الجانب الآخر أصبحت الشمس عمودية على قسم الأرض الجنوب الأسفل، فكان الصيف في الجنوب، والآن شيء ثابت. أستراليا الصيف عندنا شتاء عندهم، والشتاء عندهم صيف عندنا. فلذلك لولا ميل المحور 33 درجة إلى 27 درجة على مستوى الدوران لما كانت الفصول الأربع. فالفصول الأربع تحقق حياة الإنسان الرغيدة، في صيف، في شمس تنضج الفواكه والثمار والمحاصيل، وفي شتاء تأتي بالأمطار، وفي فصول انتقالية كالربيع والخريف. لولا ميل المحور في أثناء دوران الأرض حول نفسها لما كان فصل شتاء ولا خريف ولا صيف. ما هذه الحكمة؟ بالمناسبة الأرض تدور حول الشمس كما قلنا في حلقة سابقة بسرعة 30 كيلومتر بالثانية. يعني نحن لقائنا الطيب 20 دقيقة، بالثانية 30 كيلومتر، بالعشر ثواني 300، بالمئة ثانية يعني مئات بل ألوف الكيلومترات تقطع الأرض في وقت قصير كهذه الحلقة. إذاً هذا من آيات الله الدالة على عظمته. لا شك أن دقة التصميم والتنظيم أنها من قدرة الخالق عز وجل. من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. نحن ينبغي أن نفكر في خلق السماوات والأرض، ومن نعم الله علينا أننا نعبد الله، نعبد خالق السماوات والأرض. هناك من يعبد الحجر، وهناك من يعبد الشمس والقمر، هناك من يعبد موج البحر، هناك من يعبد بقراً أو حجراً أو مدراً، لكن الله كرمنا بهذه الرسالة، قال كنتم أي أصبحتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولا بد من وقفة متأنية عند هذه الآية، نحن خير أمة بشرط أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر وأن نؤمن بالله. يا
يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا: يا رسول الله، أو كائن ذلك؟ مستحيل. قال: وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً؟ عندئذ لسنا خير أمة. عندئذ نحن أمة كأية أمة خلقها الله، وهذه الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح. الذين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، قال الله لهم: قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. وإذا قال المسلمون تباهياً نحن أمة سيدنا محمد، فالرد الإلهي جاهز: قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. إذن من آياته الليل والنهار، فكيف أن الأرض لولا دورتها حول محورها لما كان ليل ونهار، ولولا دورتها على محور ليس موازياً لمستوي دورانها ما كان ليل ولا نهار، ولو دارت على محور عمودي مع مستوي دورانها لانعدمت الفصول، فتبارك الله أحسن الخالقين، ليل ونهار وشمس وقمر. وقد قال الله عز وجل: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، انظروا ماذا في السماوات والأرض. هذه بعض آيات الله الدالة على عظمته في شأن الليل والنهار والشمس والقمر، وهذه معلومات بسيطة جداً أنا أقربها للإخوة المشاهدين، ولكن لو دخلنا في متاهات علم الفضاء لوجدنا العجب العجاب، لوجدنا آيات لا تنتهي ولا تنقضي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. حتى في البحر هناك آية من آيات خلق الله، نستخدم لتر حبر طوال الحياة. صحيح، لو أن البحر بأكمله مداد ما نفذت كلمات الله. هذا من عظمة الله عز وجل وعظمة خلقه. وإنما يخشى الله من عباده العلماء، والتفكر في خلق السماوات والأرض أسرع طريق إلى الله، بل هو أقصر طريق إلى الله وأوسع باب ندخل منه على الله، لأن الله سبحانه وتعالى علمنا من خلال هذا الكون. قال: انظروا ماذا في السماوات والأرض، بل لام الغافلين فقال: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهو ما يعيدنا إلى بداية برنامجنا، عندما قلنا ما المطلوب من الإنسان أن يعبد الله عز وجل عن طريق معرفته. نعم به. نعم نعم. إذا نحن على مشارف أن ننتقل إلى موضوع نعم هذا ما أريد أن أتحدث عنه. كنا قد انتهينا من المادة العلمية في الحلقات السابقة، والتي تناولت الإعجاز في خلق الإنسان. ماذا لدينا لهذا اليوم؟ ننتقل إلى الحيوان. في حيوان اسمه القندس يقوم بشيء لا يصدق. سنري الإخوة المشاهدين عجائب لهذا الحيوان الذي اسمه القندس. هذه البحيرة التي ترونها كانت مكاناً مختلفاً قبل فترة قصيرة، بل لم يكن هناك بحيرة أصلاً، كانت هناك حصى مفروشة على التراب الجاف، إلا أن عمال النشيطين عملوا كثيراً وبذلوا جهداً كبيراً حتى أنشأوا هذه البحيرة. العمال النشيطون هؤلاء هم هذه الحيوانات المحببة التي تسمى القنادس. تبني القنادس بيوتها إلى جانب هذه البحيرة التي أنشأتها. تبدأ حكاية القنادس برحلة ذكر وأنثى لبناء مأوى جديد لهما. سيبني زوجا القنادس هذان بيتهما على الماء الجاري، إلا أنهما قبل هذا العمل يجب عليهما إيقاف جريان الماء، ولقطع هذا الجريان
يستخدمان الأسلوب نفسه الذي استخدمه الناس منذ مئات السنين في إنشاء السدود. يلزم للبدء في إنشاء السد أولاً إيجاد المواد اللازمة، إنها جذوع الأشجار وأغصانها. تبدأ القنادس عملها بذهابها إلى غابة الأشجار قرب الماء الجاري، وتأكل قليلاً من أوراق الأشجار التي تجدها في طريقها. نعم، وبعد ذلك تأتي على قطع هذه الأشجار. أما عملها الأساسي فهو قطع الأشجار وإسقاطها، وتفعل هذا بقضم جذع الشجرة بمهارة، بقضم جذع الشجرة بمهارة. الجانب المحير في الأمر أنها تقضم الأشجار بحيث أن الشجرة التي تنتهي من العمل بها تقع في اتجاه الماء حصراً، وهذه مهارة بالغة. قضم الأشجار وإسقاطها هو المرحلة الأولى للإنشاء، وتقوم القنادس بعد ذلك بفرز أغصانها واحدة واحدة وترتيبها أمام أكبر جذع أسقطته، وتبدأ ببناء السد أمام الماء الجاري. لاحظوا كيف أنها تقدم الشجرة بحيث تسقط إلى جهة النهر. جميع ما استخدمته أثناء هذا العمل فمها وأيديها. تدأب على هذا العمل بصبر. يسقط زوج القنادس في السنة 400 شجرة تقريباً. أما الأشجار البعيدة عن الماء فتنسق أغصانها واحدة واحدة ثم تجرها إلى السد الذي أنشأته. تستخدم القنادس أثناء قضم الشجرة أسنانها الأمامية، تتآكل هذه الأسنان بسبب استخدامها الدائم وتتكسر أحياناً مع مرور الزمن، غير أن فك القندس خلق بشكل عجيب متناسب مع هذا العمل. الأسنان الأمامية الحادة كأظافر الإنسان تماماً تطول باستمرار. الله تعالى خالق هذا الحيوان أوجد لها أسناناً متناسبةً مع العمل الذي تقوم به. والغريب أن الشجرة تسقط باتجاه البحيرة تماماً. باتجاه البحيرة، وهذا من آيات الله الدالة على عظمته. وأما أجسام القنادس فقد خلقت بتصميم خاص يسهل عليها السباحة في الماء. طبعاً هذه الشجرة سقطت وتجرها الآن إلى البحيرة التي سوف تنشئ عليها. هي تستفيد من أوراقها وجذوعها تبني بها. وأما أجسام القنادس فقد خلقت بتصميم عجيب خاص يسهل عليها السباحة في الماء، ما بين أصابعها مغطاً، وبفضل هذا تستطيع دفع الماء بسهولة. أما ذيلها الخلفي فكمجداف ضخم، وبفضل هذا تسبح في الماء بسهولة تامة. وتستمر القنادس في إنشائها بعمل دؤوب، وتنسق القنادس جذوع الأشجار وقطع الأغصان الصغيرة بمهارة، وتعمل على توسيع السد في الوقت نفسه. وكلما ارتفع السد ترتفع معه بركة الماء، وبعد نشاط يدوم أشهراً عديدة تتكون بحيرة كبيرة من خلال هذا السد، إلا أنه كلما كبرت البركة يجب على القنادس تثبيت وتصليح شقوق السد، وتقوم بهذه المهمة الصعبة بصبر وجلد. المنظر الذي يظهر نتاج تعب أشهر عديدة، وبكلمة واحدة عمل رائع. هذا هو السد. يظهر سد حقيقي شبيه بما يصنعه الإنسان. إذا دققنا صنع القنادس لهذا السد على شكل قوس مقعر إلى الداخل، على شكل قوس مقعر إلى الداخل. هذا ليس شكلاً عشوائياً
لأن أكثر السدود تحملاً لضغط الماء. هل نستطيع أن الفطرة هي من تساعد هذه القنادس على بناء هذه السدود؟ قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه هداية الله، هذه غريزة، مهارات عالية جداً، وإدراك دقيق وعميق، خلق مع الحيوان. أما الإنسان خبرته مكتسبة، أما الحيوان خبرته مخلوقة معه. نعم. شيء آخر يظهر سد حقيقي شبيه بما يصنعه الإنسان، إذا دققنا صنع القنادس هذا السد على شكل قوس مقعر إلى الداخل. هذا ليس شكلاً عشوائياً، لأن أكثر السدود تحملاً تجاه جريان الماء هو السد المقام بشكل مقعر إلى الداخل كما نرى. نعم. وكذلك تنشأ السدود الحديثة لإنتاج الطاقة الكهربائية. وباختصار، القنادس ملهمة منذ ولادتها إلى هذا الإنشاء الذي لم يصل إليه بشر إلا بعد زمن طويل. من لقنها هذه المعلومات؟ بلا شك لا يمكن أن يكتسب كائن خبرة إنشاء سد كهذا مصادفة، ولا يمكن أن نرى سداً صمم بأفضل السبل لمقاومة الماء مصادفة، ولا تستطيع القنادس نقل هذه الخبرات للجيل التالي لها. الله تعالى هو الذي وهب القنادس هذه الخبرات، هو خالق الكائنات الذي ألهمها أعمالها. هذه البحيرة الرائعة كانت قبل حين جدولاً صغيراً، عن طريق هذه القنادس التي قطعت مئات الأشجار وشذبتها من أغصانها وأوراقها وأنشأت هذا السد تمهيداً لبناء بيت لها في هذه البركة. وقد نقول الآية مرة ثانية: قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ويظهر هنا كيف أن السد مقعر نحو الداخل، وهذا من عظمة الله جل جلاله. سبحان الخالق العظيم الذي قال: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. صدق الله العظيم. الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة في كليات الشريعة وأصول الدين، شكرا جزيلا لك على أن نلتقي بك في حلقة قادمة. وأنتم مشاهدينا، حتى نلتقي بكم في حلقات قادمة، دمتم بأمان الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين.